مستمرين معاكم طبعا، وتغطية حية لطبعا حفل تدشين السوبر المصري بنظامه الجديد هنا من قلب الحضارة، من قلب طبعا الأهرامات العظيمة. ومعانا يعني الحقيقة هرم من أهرامات النقد الرياضي والصحافة الرياضية. والحقيقة أنا بشكل شخصي يعني فخورة وسعيدة جدا إن هو معانا أستاذ حسن مستكاوي، وبرحب بيك معانا شاشة قناة النادي الأهلي. اهلا بيك يا نورهان، ازيك؟ احنا مع الدوية زي بعض. ها عدوية طبعا زي بعض، يعني جيران. استاذ حسن طبعا مشرفنا ومنورنا في قناه النادي الاهلي، والنهارده السوبر المصري بنظام جديد. اعتقد ان احنا طالبنا بالنظام ده يعني كتير الفترات اللي فاتت، ان هو ما يبقاش ماتش واحد، يبقى المتعه تبقى اطول شويه. انت كنت مع الراي ده؟ انا كتبت، مش يعني كتبت من زمان كمان، وخصوصا بعد ما شفت اولا حضرت كذا سوبر في الامارات، وشفت التنظيم والبهجه والفرحه والجمال والبطولات، وكمان فكره ان الاسبان عملوا نفس الطريقه، يعني سبقونا شويه، لكن بيلعبوا 4 فرق سوبر، فبتبقى بطوله فيها حياه. يعني ماتش واحد مش كفايه، حلاوتها انها تبقى كذا مباراه. الحقيقه احنا وانا قاعد دلوقتي مع الزملاء، يعني الاعلاميين الزملاء في الصحافه والاعلام، كنا بنتكلم فعلا على الاهلي. الاهلي عنده السوبر الافريقي، عنده كاس العالم للانديه، عنده بعد كده السوبر المصري، والكلام ده في فتره قليل قوي. كولر عليه بقى ازاي يعمل التوازن في الثلاث بطولات دول، ده غير بقى الدوري، نحس حاطين الدوري كده على جنب يعني، فهيبقى في اشتباكات او ماتشات كتيره بالنسبه للاهلي. ان شاء الله ربنا يوفقه، وان شاء الله طبعا يوفقه في السوبر الافريقي، وثم كمان كاس العالم للانديه. كلنا بنتمنى ان هو يكمل المشوار، والسوبر المصري ان شاء الله برضو اكيد يعني هو قريب يعني، وهيلاقي منافسه طبعا من بيراميدز ومن الفرق اللي هتشارك. انما حاجه حلوه جدا ان الاهلي اخذ اللقب 13 مره، ده ريكورد يعني. وانا قلت للعمري نائب رئيس النادي، انت واخد كذا جايزه يعني، شايل شيله يعني معاك مبروك طبعا. طبعا ما ينفعش يبقى معانا استاذ حسن المستكاوي وما كلموش عن فنيات، ما كلموش عن رايه في الدوري وانطلاقته. طبعا احنا لسه بنتحسس الماتشات، ولسه بنشوف مستويات مختلفه في الموسم الجديد، ولكن يعني اكيد عندك يعني تعليقاتك الخاصه حول الجوله الاولى تحديدا. الاهلي عمل ماتش جميل جدا قدام المصري. الناس هتقول، وده دايما الحقيقه برضو انا يعني ايه بستغرب، يعني احيانا المصري ما كانش في حالته طبعا اكيد، بس ما هو برضو ممكن قوه المنافس تخلي المنافس الاخر مش في حالته. يعني لما تبقى الفرقه اللي قدامك فايقه وفريش وبتلعب كوره سريعه واداء جماعي، وانا كنت بعد، وانا كنت في استوديو في الاذاعه وقعدت اعد يعني عدد اللعيبه في الاهلي في هذه المباراه تحديدا اللي بيعملوا مهام هجوميه، لقيتهم 9 طبعا اخرهم عبد المنعم، يعني معقول؟ طب فاضل 2 بس، الحارس وواحد كمان. فاذا لما يبقى في فرقه، كنا بنشوف الشناوي بيتقدم ساعات برضه ده اللي ناقص يعني، فيبقى في فرقه عندها. انا مش بقول الكلام ده على فكره عشان انا بتكلم في قناه الاهلي، انا قلته في الاستوديو في الاذاعه على الهوا يعني، فعشان بس يعني انا ما والله ما بجامل، وساعات الاهلاويه بيزعلوا مني عشان بنتقد الفريق او لكن خلينا نقول الحقيقه، ان الاهلي عمل مباراه كبيره جدا، وانا قلت حتى يعني ان هو قدم افضل عرض في الاسبوع الاول، بجانب طبعا المفاجات اللي حصلت، لكن طبعا اداء الاهلي كان مميز جدا. كولر بيعمل روتيشن صح، ما بيغيرش 7 8 لعيبه مره واحده، عنده هيكل اساسي بيشتغل بيه، وبعض المراكز بتتغير. انما اهم حاجه واعتقد الناس كلها بتلاحظها، ان الاهلي لما بيغير 3 4 لعيبه او 3 في اي من مباراه الى مباراه، السيستم بتاع الاداء ما بيتغيرش، لان في تكتيك الاهلي بيلعب بيه، مش بيختل هذا التكتيك لما لعيب يغيب او لعيب يصاب لا قدر الله يعني.
ودي ميزه تحسب طبعا للراجل السويسري. يعني استاذ حسن تتفق معايا انه امام عاشور في الظهور الاول غير الظهور الثاني مع النادي الاهلي؟ يعني الاول كان قدام اتحاد العاصمه، الثاني قدام المصري، فنيا تتفق معايا انه الامر كان مختلف؟ طبعا اكيد، بس هو كمان في اتحاد العاصمه ابتدى الماتش كان كويس. امام طبعا كان تحت ضغط، وكان في نوعين من الضغط على لعيبه الاهلي في مباراه اتحاد العاصمه. الاول ضغط التالق في الموسم اللي فات، فاللعيبه استسهلت المباراه، وكل واحد عايز يقول لجمهوره انا لسه نفس التالق مستمر معايا. فده عمل شكل من اشكال الضغط. طبعا في اتنين اتعمل عليهم ضغط جامد جدا، امام ورضا سليم. رضا اشتغل كويس قوي في الشوط الاول تحديدا كمان، وامام عمل طلعتين ثلاثه وكان لا باس به في الشوط الاول، انما في الشوط الثاني غاب شويه، لكن عوض ده في المباراه، اول مباراه ليه في الدوري المصري. متوقع ان هو يكمل التالق؟ بص بقى بوضوح، يعني عشان يعني نبقى، امام اضافه بالتاكيد للاهلي، لازم بس يبقى هو ماشي في خط الاهلي، في سيستم النادي الاهلي، في تنظيم وإدارة الأهلي للكورة بشكل عام. ده أمر في غاية الأهمية. رضا أنا بشوف أنه، رضا سليم طبعا، بشوف أنه لعيب مميز جدا وشجاع على الجون، بياخد الكرة بيعمل دريبلينج ويخش، وأعتقد كمان أنه من الصفقات المهمة جدا للنادي الأهلي في هذا الموسم. يعني طيب انا خدتك للاهلي وللفنيات، ما قدرتش بصراحه، ولكن برضو فنيا، بطوله السوبر القادمه النادي الاهلي موجود والغريم التقليدي مش موجود، فرص النادي الاهلي اكبر؟ طبعا، بس بيراميدز فرقه مش سهله. وهقول لك برضو حاجه بصراحه، يعني غياب الزمالك بيفقد البطولة شوية مذاق. يعني أنا دي الحقيقة، يعني إحنا عارفين إن في كل الدنيا، لكن هي دي اللوايح. دي اللوايح طبعا أنا فاهم، بس غياب الزمالك بالطعم المنافسة اللي فيها شطة دي مش موجودة يعني. إنما طبعا الأهلي مرشح، وبيراميدز مش هيكون خصم سهل يعني. والكرة علمتنا ان احنا قبل البطولات ما نقراش الفنجان، يعني نقلب الفنجان ونقول كلام يعني مش دقيق. هنشوف البطولة ان شاء الله، لكن حلو انها من اربع فرق. استاذ حسن طبعا شرفتنا ونورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وانا سعيده بشكل شخصي ان انا عملت الحوار ده معي. اشكرك وانا سعيد، وتحياتي وبالتوفيق ان شاء الله دايما. يعني اشكرك.